بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للزملاء بقى اللي هيعملوا أو بيعملوا أبحاث على الريتنشن بتاعة الكومبليت دينشر، سواء بقى إذا كان الكونفنشنال أو الريتين دي بالإمبلانت أو بال أوفر دينشر أباتمنتس على الناتشورال تيث. لو عايزين يحسبوا الريتنشن بيحسبوها إزاي؟ هنقول لكم المعادلات اللي هي بتتحسب، الفورمولا اللي بتتحسب بيه. اول طريقه هو عاملين انالوج، يعني حاجه مماثله، وطبعا كل ما يبقى قريب من الاورال كافيتي يبقى احسن، يعني كل ما يبقى الديزاين بتاع الاكسبيرمنت بتاعتك قريبه من الاورال كافيتي كل ما يبقى البحث بتاعك ايه يعني مقرب من الكلينيكال. لان طبعا مع ان في بقى طرق بتعلق فيها جهاز كده ويشد ويديك كالكوليتور ويقدر يحسب لك الفورس بتاع السبريشن، انما في طريقه تانية ان احنا بنعمل انالوج، حاجه يعني شبيهه للي بيحصل في الاورال كافيتي. فهنا ده هنعتبر ان واحد من دول ده مثلا الدنشر وده السبورتنج تيشو، وهنيجي نعمل فورس، نعمل سبريشن، نعمل فورس زي ما المريض مثلا بيمضغ ستيكي فود فهيحاول يبعد الدنشر عن السبورتنج تيشو. طبعا كان في هنا سبيس، والسبيس ده بيبقى مليان سلايفا فيلم. فبنحسبه من المعادله دي، الفورس بتاع السيبريشن بتساوي 3 مقسوم على 4 يعني 3 ارباع في الايتا اللي هي عندنا الفيسكاستي بتاعت السلايفا، مضروبه في السيرفس اريا بتاعت الانتيالجو سيرفس اللي هو السطح اللاصق على الطقم. يبقى لو كان ده الطقم يبقى السطح اللي هو الانتيريور، السطح الملامس للتيشو ده بيسموه الانتيالجو سيرفس، مساحه السطح ده مالناش دعوه بيه بالبولجد سيرفس. طيب مقسوما على التي التايم، لان هذه تعتبر تايم ديبندنت ميكانيكال بروبرتي، مضروبه في واحد مقسوم على اتش 1 اللي هو المسافه اللي كانت ما بين الدنشر والسبورتنج تيشو اتريست او عند بدء التجربه. الكل تربيع يعني مربع المسافه دي، ماينس 1 ديفايدد باي اتش 2 سكوير. بعد ما عملنا الفورس طبعا الدنشر هيبدا يبعد عن التيشو، وهنقيس المسافه اللي بينهم ديت اللي هي الاتش 2. يبقى هنا الايتا دي اللي هي تعتبر الفيسكاستي بتاع السلايفا، والاي اللي هي مربع المسافه اللي هو دي المسافه المربع سوري السيرفس اريا مساحه السطح الانتيالجو سيرفس اللي هي الاريا اوف ذا ديسك اللي هو الدنشر يعني الانتيالجو سيرفس، مضروبا في هنا هو يبقى ايه مضروبا مقسوما على بقى التايم زمن التجربه، والاتش 1 والاتش 2 اللي هو الديستنس ما بين الدنشر والسبورتنج تيشو انيشالي وبعد ما عملت السبريشن بعد ما عملت الفورس. اللي هي الكلينيشن طبعا بيعتبر ان ديت بيسموها ان الفورس ديت هي الريتنشن، يعني مطلع الفورس دي بيعتبرها ايه، يبقى كول ذيس فورس ريتنشن. ادي السيرف تو طبعا الريتنشن بتحافظ لنا على ان الطقم يتنو ثابت في مكانه اثناء الماستيكيشن اوف ستيكي فود اندر ذا انفلونس اوف ديسبليسنج فورس. ديسبليسنج فورس يعني اللي هي التيشو اواي موفمنت اللي هتحاول تفصل الطقم من السبورتنج تيشو، اذا كان ابر يبقى لتحت، اللور اللي بقى لفوق. طيب في الريست الريتنشن اوف الدنشر از اوجمنتد، في الريست ات ريست الريتنشن بيبقى يعني بيساعد او بتاع الطقم بيعتمد على طبيعه السلايف النشر اوف سلايف which at lower shear rate is non-Newtonian. طول ما مفيش application of displacing force على الدنشر السلايفا بيبقى non-Newtonian، البيهيفير بتاعها ميكانيكال بيبقى non-Newtonian in character being thixotropic and forming a weak gel، وبتبقى يعني بتشتغل كما لو كانت زي الكوريجا اللي احنا بنحطها على الدنشر، بتبقى ماسكاها بالطريقه دي كما لو كانت جل، شويه جل كده حاطينهم ايه ما بين الطقم وما بين التيشو.
as a consequence of protein dissolved in it. اه طبعا بيبقى الصلايفه نتيجه البروتين اللي هو دايب فيها بتبقى بتشتغل كما لو كانت ايه جيل، وبتبقى البيهيفير بتاعها از نون نيوتينيان، وبتبقى ايه سيكسوتروبيك ان نيتشر. طيب الطريقه الثانيه بقى بيعتبروا ان ادي عندي الدنشر وادي اتش سبورتنج تيشو وبينهم كابيلاري سبيس، مجرد ما المريض بيلبس الطقم بيحصل فلو للسلايفا ما بين الدنشر والسبورتنج تيشو اللي هو بطريقه الايه الكابيلاريتي اللي الخاصيه الايه اللي هو ارتفاع السوائل في الانابيب الشعريه، بيبقى في هنا مايكرو سبيس السلايفا تندفع بالكابيلاريتي. طيب السلايفا بتبقى عامله منسكس، هنا لها سيرفس تنشن بتبقى عامله منسكس يعني زي السكين فورم، ويبقى لها كونكيف سيرفس وكونفكس سيرفس. ادي الكونفكس اللي من ناحيه السلايفا وادي الكونكيف اللي من ناحيه الاير. البريشر هنا بيبقى اكتر من البريشر هنا، الفرق بينهم بقى بي 1 ماينس بي 2 بيحسبوهم من ايه بيساوي ايه بيساوي السيجما ديت اللي هي الايه اللي هي عباره عن السيرف ستنشن بتاع الليكويد اللي هو بتاع السلايفا السيرف. يبقى هنا البي 1 ماينس بي 2 طبعا الضغط بره بيبقى اكتر من الضغط جوه، الفرق بينهم بيحسبوه من بيساوي ايه بقى بيساوي السيرف ستنشن بتاع السلايفا اللي هنا مضروبا في واحد مقسوما على الار 1 اللي هو اللي هو وان برنسبل راديوس اوف كيرفيتشر اللي هو البرنسبل كيرفيتشر بتاع الراديوس ده. الراديوس في برنسبل كيرفيتشر واثنين ادي ار 1 ويبقى هنا ار 2 من يبقى واحد هنا ار 1 وار 2 ار 1 من ناحيه بره وار 2 من ناحيه جوه اللي هو الفرق في السيكنس بتاع المنسكس ده الاذر برنسبل راديوس اوف ذا كيرفيتشر. طيب وقلنا اللي هو السيجما اللي هو عباره عن السيرف ستنشن بتاع الليكويد، وممكن بي 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 بيعملوا سمبليفيكيشن للفورمولا ديت البي اللي هو الريدكشن ان بريشر اللي هو بي 1 ماينس بي 2 بيساوي 2 مضروبا في التي اللي هو السيرف ستنشن بتاع السلايفا مقسوما على الاتش اللي هي الديستنس بتوين ذا دنشر اند سبورتنج تيشو مقسومه على المسافه ما بين الدنشر دي اسهل وسمبليفايد. دي تطلع لنا ليه بقى الفورس بتاعت الريتنشن. يبقى الريتنشن اوف دنشر از سيت تو بي سبلمنتد باي كابيلاريتي. يبقى الريتنشن هنا بنستعيد عنه بايه اللي هو الايه بالخاصيه اللي خاصيه الانابيب الشعريه. Then if a meniscus is formed at the periphery of the discs في meniscus راح يتكون عند الديسك اللي هو الدنشر يعني مع التشو اهو. The pressure within the film is البريشر هنا طبعا داخل الفيلم بتاع السلايفا بيبقى اقل من البريشر بره. الفرق بنجيبه هوت وهو ده بيدينا الريتنشن بيحسب لنا الريتنشن. طب الايفكت اوف ريتنشن از تو مينتين طبعا تاثير الريتنشن هو عشان يثبت الطقم في مكانه تحت تاثير الايه ديسبليسنج فورس زي اثناء الماستيكيشن اوف ستيك فود، وبيكون الفورس تندنج تو ديسبليس ده بتبقى واقعه على رايت انجل طبعا الفورس بتبقى واقعه على بدرجه 90 يعني عموديه على الدنشر بيرنج اريا. It is enhanced by the size of the denture. طبعا الريتنشن هيبقى ايه؟ بيعتمد على كل ما extension of the denture base as possible as we can هتبقى surface areas بتزيد فبالتالي الريتنشن هيزيد. يبقى denture implant at right angle to the supporting tissue. بعد كده بيعتمد كمان على ال closeness of the fit كل ما يبقى ال thickness بتاع ال intervening saliva قليل
كل ما لان طبعا اللي هي اللي هي الفاكتس افكتنج زي زي ادهيزيف بوند، كل ما يبقى الفيلم ثيكنس يقل كل ما يبقى ايه الادهيجن اكتر طبعا، والفيسكاستي بتاع السلايفا عكسيه، كل ما السلايفا تبقى فيسكس هتقلل الريتنشن، كل ما تبقى مور فلويدي تو سام اكستنت هيبقى الفلو بتاعها اسهل واسرع وتدينا لو فيلم سيكنس، كل ما تدينا ايه الريتنشن اكتر. It is most useful in case طبعا كل الكلام ده بيبقى مهم قوي في الابر دنشر. ليه؟ لان هو بيغطي مساحه كبيره عندنا، بيغطي البلد، بيبقى less useful في اللور دنشر عشان الدنشر بيدنج اريا بتبقى قليله. وفي اللور دنشر طبعا برضو عندنا اللسان، البعبع والسرانج تيشو اللي هي الماسلز بتاعت التشيك والحاجات ديت بتبقى ايه، بتعمل لها ديسبليسمنت للور، انما الابر ما عندوش مش معرض لهذه الحاجات. also offer less opportunity for self extension to have any effect في اللور دنشر يعني. طيب الريتنشن از اولسو موست افكتيف وين جود سيل طبعا وذ ذا سوفت تيشو اكزيست از دنشر بريفري، طبعا مهم قوي ان يبقى فيه ايه عندنا جود سيل زي البوستدام بقى والحاجات اللي هي ايه والدنشر باوندريز عامله كلوز فيت مع سراوند تيشو، ما فيش ديستراكشن للبريفرال سيل. يا بيشنت هو كومبلين لاك اوف سلايفا، طبعا كل ما يبقى المريض عنده هايبو سلايفيشن زي السيستوميا اثناء الدايبيت، الناس اللي عندهم دايبيتس بيبقى ده بيشتكي من بور ريتنشن عشان ما فيش سيم فيلم اوف سلايفا يخش بينهم. ففي الحاله دي بنوصف له ايه بقى، سبراي كده يعني سلايفا كده ارتفيشال سلايفا كل شويه يبخها بين عشان تعوض له الناتشرال سلايفا. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.